معكم يوسف الدواسي رئيس جمعية التجين تعاونوا الأعمال الاجتماعية والحقوقية. اليوم كتواجدوا في منطقة حي قرزيانة من أجل هاد يعني من أجل المشاكل الساكنة الحي، من أجل المتنفس الواحد اللي كيتواجد في المنطقة حي قرزيانة اللي كيجمع بين حي برشيفة وحي قرزيانة وحي بني مكة القديمة. احنا حاليا كنشوفوا هاد يعني هاد الحالة مزرية صراحة. 2024 ومازال المواطن كيعاني من هاد المشاكل هذه، والساكنة غير راضية، يعني ما راضياش على هاد لهاد الحالة هذه اللي كيتواجد ليها الحي. حنا يعني وحنا بصفتنا كجمعية عملنا العديد من الشكايات. السيد الوالي، السيد العمدة، رئيس المقاطعة، يعني كيتواجد معنا السيد الوالي والسيد العمدة، ولكن رئيس المقاطعة صراحة باقي يعني ما تلقيناش شي جواب من عنده. كنتمنوا من الجهات المختصة يشوفون يعني يعني بعين الاعتبار في هاد الساكنة هذه أجل المتطلبات البسيطة. حنا يعني كما يعرف الجميع مقبلين على كأس، يعني على تنظيم كأس العالم، تنظيم كأس إفريقيا، يعني ما خصناش نستقبلوا بهاد الحالات هادو. حنا كما كنشوفوا بحال كنقولوا يعني الاصلاحات عيد في الواجهه، اما في الاحياء الشعبيه اللي ساهموا من اجل يعني وصول هذيك يعني هذيك الى هذيك يعني الى هذيك المناصب، فيعني ما نساوش هذا الشعب اللي ساهم في الفتره الانتخابيه من اجل الحصول على عديد من المناصب يعني بعض المسؤولين. فكنتمنى يجيو يكون يعني يعملوا زيارات بحال اللي كيجيو يعملوهم في يعني في الحملات الانتخابيه، لان المواطن يعني عام على عام كيزيد يوعى. يعني ما نصعبوش على الدوله ديالنا فتره انتخابيه المقبله، لان المواطن حاليا يعني بدا كيوعى، يا مواطن يا رجل كبير يعني يا شباب صغار. فكنتمنوا شي من الجهات المختصه شي زياره. انا عملت طالب سيد الوالي بزياره حي بني مكة القديمه واطرافها. تنفس كنظن عنده شي 15 عام كنظن ميجا وعملوا هذا المشروع الملكي، يعني الملاعب القرب. كنشوف انا بان زادوا معاه هذا الرياض، فهمتي، وكان هنا كاين يعني كاين داخل في الرياض، كاين داخل كاين جوج الملاعب، يعني مشروع ملكي. كنتمنوا انه هذا المشروع الملكي علاش علاش صدقوا عليه، علاش الملك عدلوا من اجل استفادة الشباب او الاطفال، يعني ابتعاد عن جميع المخدرات ويعني واطرافها. حنا دابا كنشوفوا بان الشباب المنطقه حي قرزيانة واحد الحي كبير، يعني ما كيستافدوش من هاد الملاعب هادو بتاتا. خصنا نشوفوا هاد النقطه هادي ضروريه واساسيه. ثانيا كتشوف الحاله المزريه اللي في 2024 تحشمت تهضر على هادشي هذا، يعني كنشوفوا حنا طنجه بوابه افريقيا، طنجه بوابه اوروبا، يعني صراحه ما كتستاهلش تكون في هذه الحاله هذه. وحنا كنطالبوا بمطالب بسيطه من اجل الوالدين، من اجل الرساله الاخيره للمجهولين المسؤولين. حنا رسلنا بعض الجهات وكنتمنى يكون تدخل في اقرب وقت، لان دابا حنا مقبلين على الموسم الصيفي وكيبغيو الشباب والاطفال والنساء الكبار والرجال الكبار يجيو لهذا المتنفس الواحد اللي كيتواجد في حي قرزيانة، يشموا الهواء ويجلسوا ويبدلوا الجو. كتعرف دابا الاحياء الشعبيه يعني لا خرج كيبقاو الى خرجوا من الرياض وصافي. هادشي اللي كاين السي هشام، وكنتمنى شي تدخل اقرب العاجل ان شاء الله. السلام عليكم. احنا ساكنين في حي قرزيانة، كشوف هاد الرياض هذا راه مضرر الناحيه، هادشي هذا مخرب له صغاري، راه كيطيحوا مرافا، راه هي مثقوبه، اناره والو، الاضاءه ما كايناش، مره الرياض مسلس بالليل، فهمتيني، يعني وهادشي هذا راه مخرب اسينا كتشوف بعينك. هاد الرياض هذا منسي، راه اختار من 6 سنين ولا 7 سنين هو هايده، ماشي مخرب، ما كاينش اللي كيصلحوا، ما كاينش هادشي. وراه الاطفال صغارين كيضروا، راه كيطيحوا لهم صغارين، ما مره ما جوج كنكونوا حاضرين كيطيحوا بناو سلس هنايا، راه فهمتيني، يعني كيوقعوا كوارث من عدم الظلام. الخواص هنا كتعرف بنادم كيخاف يدوز من هنا، خا ولد الحومه كيخاف يدوز من هنا، يعني احنا الدري الحومه كتجي باش خاف بالليل، يعني الدنيا مخالطه تقدرش يدوز من هنا بالليل، مسلسل اناره. كنطالبوا من الدوله تجي تصلحنا هذا الرياض هذا والسلامه خاي.